بالعودة مرة أخرى لمزيد حول تطورات المشهد في أفغانستان، ينضم إلينا مرة أخرى عبر الهاتف من كابول المحلل السياسي الأفغاني السيد فضل القاهر القاضي. سيد فضل، مرحبا بك. أهلا بك. أهلا بك أستاذ. يعني بداية، ما الأهمية الاستراتيجية لولاية جوز جان؟ في الواقع مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة اللادين. في الواقع الرافدين. أعتقد نحن تسمعوني جيد الآن؟ نعم، نحن قناة الرافدين الفضائية. نعم جيد، تسمعني؟ نعم، أسمعك الآن. طبعا لا شك أن هذه المنطقة التي هذه المحافظة التي أعلن عنها حركة طالبان أنها يعني يعتبر منطقة استراتيجية، لأنها كانت معقلا للقائد الأفغاني عبد الرشيد دوستم. فأعتقد الآن هذه يعني يبدو سنشهد إلى مرحلة جديدة لأفغانستان، ستتجه نحو ربما سنذهب إلى أسوأ الاحتمالات، لكن الذي أعتقد أن الآن يبدو وسط طبعا وسط بالتزامن مع تحذيرات أعلنها السفارة الأمريكية لرعاياها بالمغادرة وكذلك السفارة البريطانية. نعم، التحليلات الغربية كانت قد ذهبت إلى أن الحركة لن تذهب إلى السيطرة على المدن الكبرى وستبقى في الأطراف حتى لا تقع في خطائها القديم، يعني سيطرت الحركة على مدينة زرنج عاصمة ولاية نيمروز واليوم سيطرت على مدينة شيربرغان. لماذا برأيك تحولت الحركة إلى سياسة السيطرة على المدن الكبرى؟ طبعا أنا حسب يعني متابعتي للوضع الأفغاني أو المشهد الأفغاني، أعتقد أن حركة طالبان تريد من خلال نقل المعركة من المناطق الحضرية إلى مراكز الأقاليم، طبعا أو كذلك أيضا نقل المعركة من هناك إلى كابول. أعتقد هذه استراتيجية، يريدون الحصول على يعني موقع أكبر، خاصة موقع في مسار المفاوضات أمام الحكومة الأفغانية. فأعتقد الآن أن الحركة تريد من خلال استراتيجية إظهار للآخرين أنك تفاوض لكن قاتل بشراسة على الأرض. أعتقد هذه استراتيجية حركة طالبان الآن على الأرض، وأنهم يريدون، لكن أعتقد مع ذلك أنهم أيضا وضعوا مساحة من أيضا من المساحة من المجال للحوار أيضا. أعتقد فأنهم أيضا لا ينكرون أنهم يعني يريدون الحوار، الحل السلمي للأزمة الأفغانية. نعم، ضمن هذه المساحة للحوار التي تحدثتم عنها أيضا مدينة شيربرغان الواقعة على الحدود مع تركمانستان، إلى أي مدى برأيك سيفتح الباب لدعم حكومة عشق أباد للحركة على خلفية اتفاقيات الطاقة بين الحركة وحكومة تركمانستان؟ طبعا لا شك أن دول الجوار من ضمنها تركمانستان التي لديها حدود مع أفغانستان، تركمانستان يعتبر من دول آسيا الوسطى ويعتبر البوابة للاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا الآن. فطبعا تركمانستان لا شك أنها قد تتخوف من مما ستشهد عنه المواجهات أو مناطق النزاع الموجود على مع حدودها مع أفغانستان. وأعتقد أن الآن كما نعلم بأن كان هناك مناورات قبل يومين أو قبل أمس، بالأمس هناك مناورات في أوزبكستان من بمشاركة قوات روسية وقوات من أوزبكستان للمحاولة استعدادا لأي أسوأ السيناريوهات أعتقد في الشمال الأفغاني. نعم، في ظل كل هذه التطورات كيف تنظر للموقف الغربي حيال التقدم السريع للحركة؟ طبعا المجتمع الغربي كما نعلم يعني كان هناك جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك. طبعا هذا الجلسة كان لهم قلق يعني بشأن ما يجري من أحداث مقلقة على المشهد الأفغاني، خاصة من خلال تقدم حركة طالبان وانتهاكات حصد المناطق التي يعني سيطر عليها حركة طالبان. هناك تقارير، لكن أعتقد أن هناك قلق دولي وحث الأطراف. طبعا المجتمع الدولي بما فيه المجتمع الغربي يحث الأطراف خاصة حركة طالبان والحكومة على الجلوس
والوصول إلى حل سلمي للأزمة الأفغانية. نعم، شكرا جزيلا لكم عبر الهاتف من كابول المحلل السياسي الأفغاني السيد فضل القاهر قاضي، شكرا جزيلا لكم.